بسم الله الرحمن الرحيم اهلا وسهلا بحضراتكم وحكايتي مع علم التحليل الرقمي طبعا علم التحليل الرقمي ده يعتبر من العلوم المتقدمه للغايه بدات طبعا انا البورصه في اواخر 2005 لكن قعدت ادرس فيها من 2002 2003 كنت اعمال اقرا اغلب الكتب التي قيلت عن البورصات كنت عمال اقرا اشوف ايه العالم الغريب ده وعاوز وعمال اتابع اسعار الاسهم واعمل كده تجريب لنفسي اقول اه السهم ده هو المفروض يصعد وفعلا بعد فتره يصعد الله طيب انا منتظر ايه طب ما ادخل ادخل هذا العالم وفعلا دخلت هذا العالم في اواخر 2005 بدأت أشتغل وطبعا اللي كان قصادك كان التحليل الفني والمؤشرات الخاصة بيه وبما إني غاوي معادلات والكلام ده فكنت أخد المؤشرات التحليل الفني وأدرسها وأشوف مين اللي اخترعها وعملها إزاي وكل هذا الكلام. فوجدت لأ مش هو ده الطريق اللي هيوصلني للحرية المالية. بكلمكم بأمانة. لإن أنا برضك زي ما أنت عندك حالة من التشتت أي العلوم الأفضل أنا مريت على أغلب المدارس فلم أقتنع بمدرسة بصراحة شديدة لم أقتنع بمدرسة إن هي دي اللي هتوصلني في البورصة وكنت لما أصلي ف وأنا ساجد أدعو دعاءً كده كان دعاء غريب وكنت قلته لأحد الأصدقاء اللهم علمني علمًا لا يعلمه كثيرًا من خلقك فكنت بستعجب كنت الاقي نفسي انا اللي بدعو هذا الدعاء وبعد ما انتهي من الصلاه ايه الدعاء اللي انا بقوله ده؟ يعني ايه علما لا يعلمه كثيرا من خلقك؟ ايه العلم؟ ده انا رجل قانون فاهم؟ عامل دراسات عليا في القانون وبتاع يعني هدرس ايه يعني؟ فقلت لصديقي وفعلا قال لي يعني انت هتدرس ايه يعني ايه العلم اللي هو يكون قليل اه من الناس اللي يعرفه وفعلا اه صادفني احد المصريين اللي كان عايش في الولايات المتحده الامريكيه كان يتاجر في البورصه المصريه وانا قعدت بقى اقول له بعض المعلومات وخبايا الشركات كنت اقول له والله انا عندي شعور ان هذه الشركه هتصعد والكلام ده كله. المهم ان الراجل ده بسبب احدى توصياتي ربح ما يقارب 11000 دولار. تمام؟ ما يقارب 11000 دولار. فلقيته قال لي انت ليك عندي يعني 11000 دولار المفروض ان انا اعطيهم لك. فهم الامريكان كده يعني الشغل شغل مفيش حاجه اسمها صداقه تقول لا ده صديقي يعني ده انا عاملها لك كده قال لي مفيش حاجه اسمها في البزنس عاملها لي كده كل حاجه في اسواق المال لابد ان يكون لها مقابل كانت عقليه غريبه انا كنت كل حاجه بعملها بالحب <applause> انت فاهم فلا احنا اصدقاء ورفضت ان يعني احصل منه على اموال فقال لي انت بتحلل بأي طريقه؟ فقلت له تحليل رقمي، كنت عامل مجموعه من المعادلات كده الخزعبليه، وقلت له انا بحلل كده وده التحليل الرقمي، قال لي ده التحليل الرقمي؟ قلت له اه. قال لي لا انا هعلمك التحليل الرقمي. فالراجل ده كان معاه التحليل الرقمي، قعد يدرس لي التحليل الرقمي، قال لي دول بال ألف دولار. فدرس لي يعني يعتبر مش هو الكورس اللي انا بعطيه. دي قشور التحليل الرقمي وانا زودت بقى ودخلت يعني يعني دخلت بصدر زي ما بيقولوا وزودت حاجات كتيره جدا. ففرق معايا فرق معايا كتير. فوجدت نفسي الحمد لله قدرت ان انا اوصل 5000 جنيه مصري ل 577000 جنيه في عامين من خلال التحليل الرقمي وبعد كده دخلت ال الفوركس فجربت التحليل الرقمي زي الفل أه وهكذا قعدت أه بقى في حيره من امري يعني كانت الناس تيجي تقول لي اصدقاء يقول لي طب يا اخي علمنا مما علمك الله يعني علمنا التحليل الرقمي اقول له لا ولا مجاني ولا بفلوس كنت رافض فكره اعطاء دوره في التحليل الرقمي اه والله كنت رافضها رفض تام يعني ايه واحد يكون عنده معلومات قيمة ويشاركها الناس، طب ما ينتفع بيها هو. ده الفكر العربي السائد وانا مواطن عربي. <applause> وانا يا ابني جايلك من بره، ما انا مواطن عربي زيك. فهو ده فكري، انا عندي حاجة بتكسبني، اديها لك ليه؟ حتى لو بفلوس، لأ. فاهم؟ لغاية ما أحد الأصدقاء الأعزاء جدا إلى قلبي قعد يقنعني وقال لي قعد عامين الراجل بصراحه لان يعني انا من من الاشخاص الذي الذين لا يقتنعون بسهوله. فقعد عامين يقنعني ان انا اعطي دوره التحليل الرقمي. اعلم الناس دوره التحليل الرقمي ومش عارف ايه، كنت اقعد احلل على الفيس فتحليلاتي طبعا الحمد لله تحليلات جيده جدا. طب يا استاذ علي انت بتحلل باسلوب ايه في التحليل الرقمي؟ طب ايه هو التحليل الرقمي؟ مش قايل. فاهم قعدت فتره كده على الفيسبوك جننت الناس جننتهم بمعنى الكلمه لدرجه ان انا كنت قايل على القاع الخاص بالذهب اللي هو 1080 والناس اللي درست معايا التحليل الرقمي يعرفوا يعني ايه 1080 في التحليل الرقمي فكنت قلت لهم ان الرقم ده سينطلق منه الذهب وفعلا وقد كان فطبعا الناس بقى عارف اللي هو ايه <applause> لا انت لازم تعلمنا التحليل الرقمي فانا رافض بعد كده بدات اعملها في مدينه القاهره كانت احد الفيلل كده المهجوره <applause> كنا بنعطي فيها محاضرات كده لايف للناس وكنا نجيب لهم سندوتشات وسائع و... <applause> والكلام ده وممكن نديهم فلوس وهم فالحمد لله لقيت الناس بدات اللي هو ايه متحمسه لهذا العلم وبيقولوا لي الله ده ده حاجه جميله جدا ونتائجه ممتازه للغايه مما شجعني طب ليه ما اعملش دورات؟ الراجل ده شكله صح انا هبدا اعمل دورات وكنت متردد وزعلان زعلان ان انا بعمل دوره ان انا دوره مدفوعه بس انا زعلان ان انا ده أه علم انا اجتهدت فيه طب ليه اعطيه لغيري؟ فكنت مش مش مبسوط بس قلت ايه؟ اجربها اجرب الفكره. جربت الفكره وكل محاضره كنت اعطيها للناس أه بعلم التحليل الرقمي ربنا يفتح لي افاق وافاق يعني سبحان الله الاقي حاجات يعني كان المفروض احنا لما بدأنا دورة التحليل الرقمي كانت كلها على بعض الاول كانت اربع محاضرات اربع محاضرات فقط ليس لديك من المعلومات ما تعطيه اكثر من اربع محاضرات بعد كده اصبحوا ثمان محاضرات بعد كده ستاشر تلاتين خمسين مية لا انت وصلت لمرحلة انك تستطيع اعطاء الفين وخمس تلاف محاضرة في التحليل الرقمي. بس مين اللي هيستوعب الكلام ده؟ انت علشان تعطي الكلام ده الناس الناس هتتعب. طبعا في تحليل رقمي مختص بالفوركس وفي تحليل رقمي مختص باسواق المال. ده غير ده اه بس الاساس واحد بس ده غير ده. تمام؟ انا قلت لا انا هعطي التحليل الرقمي اللي مختص بالفوركس لان اغلب الناس عائزة فوركس وكمان اللي هو التحليل الرقمي الخاص بالبورصه غالي غالي جدا يعني مفيش حد في العالم بيعطيه ب 5000 ولا ب 10000 ولا حتى بعشرين الف دولار اللي بيعطيه بيعطيه بارقام فلكيه فقلت لا غير ان انت علشان تعطي تحليل رقمي خاص بالبورصه فانت لازم تعطيه لواحد شغال في البورصات، طب لو هو مش متعلم بورصات فلقيت المساله لا صعب فالافضل ايه؟ الافضل آه تحليل رقمي في الفوركس. فاشتغلت وما بنزود آه معلومات في آه التحليل الرقمي. هقول لك تجربتي الحقيقه. طبعا عملت كتب بقى عمل يعني قلت بقى اعمل كتب خاصه بالتحليل الرقمي. والغريب في الامر ان انا عملت مش عارف والله عملت كاب عملت نسخ كتيره من دو... من كتاب التحليل الرقبي الغريب ان انا وزعت تقريبا خمس او عشر نسخ في مصر خمس او عشر نسخ في مصر واكتر من خمسمائة نسخة في دول العالم الخارجي في اوروبا وامريكا اسبانيا والبرتغال وانجلترا وايرلندا ومش عارف دول مختلفة كتابي وصل إلى كل هذه الدول المغتربين العرب لقيت إن المغتربين العرب هم أكتر ناس عاوزين هذا الكتاب وفعلاً كنت أرسل لهم الكتاب المفاجأة بقى كانت إيه؟ كانوا كنت ببيعه ب دولار فكان تكلفة تكلفة الكتاب نفسه ممكن توصل معاك اي قبل ما الدولار يعلو كده في مصر كان ممكن يوصل الكتاب مثلا 50 دولار 30 دولار المهم ان تكلفه الشحن الباقي تكلفه تكلفه الشحن باقي الفلوس تمام لغايه ما وصل ان تكلفه الشحن نفسه اصبحت هي 100 دولار فطبعا خلاص ما مش تقدر تعمل الكتاب لان تكلفه الشحن بقت صعبه جدا تمام فقلت ربنا ييسر الحال بعد كده ممكن نبقى نعمله في كل دوله يعني كل دوله ابقى اعمله عشان مصاريف الشحن هبقى اعمل نظام كده هشوف لكن مش هعمله بي دي اف يعني حكايه البي دي اف ديت لا مش عاوز اعمله بي اف لكن ممكن نعمله كتاب ورقي لكن شوف انت لما تبيع 500 نسخه أكتر من 500 نسخه وكنت مهتم بمعرفه الناس اللي بتشتري الكتاب ولاقيهم مهندسين ودكاتره واستشاريين كبار في مجالاتهم فكنت افرح جدا افرح ان كتابي بيصل لهؤلاء الاصدقاء فطبعا لا شك ان هذا العلم للاسف الشديد انا يعني مقصر فيه في مساله عدم نشره ويمكن كان تعمد مني انا بكلمك بالامانه يعني كنت اعمل ايه كنت انزل في اليوتيوب على القناه عندي واقعد اقول لك ايه دوره التحليل الرقم هو نزلها اكتر من مره ليه كنت متعمد الكلام ده علشان لما انزلها اكتر من مره تقول ده مش لاقي يبيعها بالعكس ده كان بيجيلي 700 ولا 500 واحد او 300 واحد ونختار منهم 10 او 20 فكنت حريص جدا على هذه الدور ان انا مش اي حد يقول لي دور التحرير الرقمي اقول له اتفضل تمام لكن في الاونه الاخيره بدات اسهل الموضوع الموضوع الاول في البدايه من سنه من سنتين ما كانش كده معايا كنت الحقيقه كانت الناس تراسلني واحنا عايزين الدوره واحنا مش عارف ايه زي ما حدث مع دوره الهيدج. ناس كتيره كلمتني عن دوره الهيدج برضك قدمتها لعدد محدود وبعد كده قلت لا خلاص ايه المشكله ان انت تقدر تعلم ناس كثيرة طالما ان الناس بتدخل ويعني بتشكر في هذا العلم وبتشعر ان هي فعلا وجدت الاساس. ليه تجعل الناس تايهه لان يعني في ناس كتيره تلاقيها تايهه طبعا في ناس تقول لك ايه طيب التحليل الرقمي ما تعطيه مجاني انت لو معاك هذا العلم والله ولا مجاني ولا مدفوع كنت هتعمله فما ليش مجاني اغلب الناس اللي بتقول مجاني اقسم بالله لو كان معاها هذا العلم ما كانت اعطته ولا مجاني ولا مدفوع انت تحدثني عن العرب انا عارف فاهم فهي ديت، تعال كده نشوف الدورة الخاصة بالتحليل الرقمي. دي دورة التحليل الرقمي اللي إحنا عملناها دورة التحليل الرقمي الإحترافي، دي المحاضرة الأولى بص المشاهدات 304 محاضرة 304 مشاهدة. دي المحاضرة الأولى 59 دقيقة، وبعد كده 58 دقيقة المحاضرة الثانية، وبعد كده 36 دقيقة المحاضرة الثالثة، وبعد كده 37 دقيقة المحاضرة الرابعة. وبعد كده 39 دقيقة المحاضرة الخامسة وبعد كده ساعة ودقيقة المحاضرة السادسة وبعد كده ساعة ودقيقة المحاضرة السابعة وبعد كده ساعة ودقيقتين المحاضرة الثامنة وبعد كده ساعة وسبع دقائق المحاضرة التاسعة 35 دقيقة المحاضرة العاشرة تس... 33 دقيقة المحاضرة الحداشر بص الناس هنجت <applause> انا <applause> كنت في المحاضره الاولى ديت كنت تلاقي ناس 300 و100 ومش عارف ايه اول ما وصلنا للمحاضره 11 72 محاضره ال 12 30 69 مشاهده فعدد قليل اللي دخل معايا محاضره 13 20 دقيقه المحاضره يعني تقريبا قليل كام حوالي 40 او 50 اه 40 او 50 واحد تقريبا بس 40 و50 واحد ايه انت بتتكلم من 2022 ففي عامين يكون العدد 40 او 50 واحد فانت يعني رفضنا ناس كتير الحقيقة وانا اسف بس إيه انا عندي وسواس مش عارف في حاجه عندي شك او عندي مرض ما تعرفش في ساعه و20 دقيقه المحاضره رقم 15 المحاضره رقم 16 16 دقيقه المحاضره 17 32 دقيقه المحاضره 18 36 فكان اللي يجي يدخل الدوره الخاصه بالتحليل رقم فاقول له هل انت قدها هل انت هتقدر تستوعب كل هذه المحاضرات ده 30 دقيقه رغاي جدا انا رغاي بص 30 دقيقه وبعد كده اه ااا

49 دقيقه 44 دقيقه وبعد ما قلت المحاضره الاخيره رحت داخل على المستوى الثالث 29 دقيقه 47 دقيقه 32 دقيقه و29 وبعد بعد كده دوره الكاس المقدسه رحت مدخله في التحليل رقم 42 دقيقه فرجعت الناس تانية ايه دراسه الحركه العشوائيه لزوج عمله الدولار ين تطبيقات الحركه العشوائيه تطبيقات دوره التحليل الرقمي إيه 18 46 32 53 48 ساعه ودقيقتين 55 دقيقه فعارف اللي هو انت ايه <applause> انت ايه انت عاوز مننا ايه بس صدقني والله لو يعني اكيد ده مجهود كبير جدا بس زي ما ربنا كرمني انا عاوز كمان ربنا يكرمك ويكون عندك اساس قوي حاول تتعلم التحليل الرقمي من علي يوسف ما تعرفش بكرة في ايه ممكن ما موجود لان خلي بالك في مغالطات كتيرة حول التحليل الرقمي يعني لما جيت اتعلم التحليل الرقمي كان ناس يقول لك ويليام ديلبرتجان مش عارف ايه ومربع التسعة ومربع البيار مش عارف ايه والكلام كل هذا الكلام لا تحليل رقمي مش الكلام ده خالص التحليل الرقمي غير الكلام ده خالص والحمد لله الناس اللي دخلت معانا فرق معاها كتير قوي يمكن انا كنت اقول لهم ما تعرضوش ارباحكم انتوا مش محتاجين ولا انا محتاج دعايه ولا انتوا محتاجين اللي انتوا تقولوا ان احنا بنربح ومش عارف ايه والكلام ده فكانت تجربه جميله اه كانت تجربه جميله جدا في حياتي التحليل الرقبي والمفاجاه ان انا ان شاء الله في يناير 2025 هزود محاضرات قررت ان انا ازود محاضرات كل المحاضرات دي وعاوز كمان تزود يا اخي انت ايه اه عاوز ازود عاوز في حاجات كده عاوز اعملها ان شاء الله بحيث ان انت عارف آه بتبقى عايز ايه توصل للنقطة التي لا يستطيع غيرك الوصول اليها فاهم ان انت بتعمل حاجة انت بتعملها حاجة اولا لوجه الله آه وطبعا مش وجه الله خالصه ما انت بتاخد فلوس اه واحد بيقول لي 1000 دولار يا ريتني والله العظيم يا ريتني كنت خدتها ب 2000 و ده انا دافع 11000 دولار ده غير الكتب اللي اشتريتها لا دي مكلفاني كتير قوي ده ده 1000 دولار دي ولا حاجه ده انا ساعات براجع نفسي اقول 1000 دولار ولما حد يجي يقول لي ده أنا ممكن اقسطها اقول له اه ده اقول ده انا ده ده ساذج ده انا مجنون في حد بيعمل كده في دورة التحليل الرقمي فاهم فعلشان كده ربنا ييسر الحال ان شاء الله ممكن شهر واحد يكون ليها اسعار تانية لكن احنا عرضينها للبيع مفيش اي مشكلة حاول تدخل هي اساس قوي للغاية هي ودورة الهيدج احنا عاملين عرض ان هي تكون هما الاثنين مع بعض ب 1600 دولار تقدر تراسل الاستاذ محمد السيد الاثنين مع بعض ب 1600 دولار دوره التحليل الرقمي لوحدها ب 1000 دولار دوره الهيدج احنا قلنا هي ب 2000 دولار لكن تقدر تدفع 300 وتؤجل دفع الباقي عندما تربح ان شاء الله فالدورتين دولت ممتازين جدا دورة التحليل الرقمي ودورة الهيدج ايهما افضل لا ادمج الاتنين مع بعض أدمج الاتنين مع بعض واشتغل في سوق الفوركس بس هينقصك سيكولوجية المتاجرة والله حتى لو معاك أحسن تحليل في العالم لابد إن أنت تظبط سيكولوجية المتاجرة هو ده اللي احنا بنعمل عليه حتى كان المفروض سيكولوجية المتاجرة ديت تكون في دورة التحليل الرقمي لكن قلنا لا سيكولوجية المتاجرة خليها للناس كلها خلي سيكولوجيه المتاجره ديت للناس كلها وهنزود ان شاء الله لدوره التحليل الرقمي هنزود فيها بشكل كبير جدا الفتره المقبله ربنا ييسر الحال ونقدر بقى نعمل تطبيقات ونعمل شغل كبير جدا في يناير 2025 في دوره التحليل الرقمي شكرا جزيلا وبالتوفيق ان شاء الله واعتقد المحاضرات اللي موجوده مش محتاجه هي مليئه بالتطبيقات يعني كلها تطبيقات اي تطبيقات دور التحليل الرقمي كلها تطبيقات 53 دقيقة وبعد كده 32 دقيقة وبعد ستة 46 دقيقة فكلها تطبيقات الحقيقة فربنا ييسر الحال أنا حبيت أعرض ليك تجربتي في التحليل الرقمي هو من أفضل العلوم التي يجب على المتاجر العربي أن هو يتعلمها وبعتذر على يعني اصدقاء كتير فعلا ما دخلوش الدورات الخاصه بيا بسبب اللي هو التعنت في تعنت كان من عندي اللي هو انا خايف على التحليل الرقمي وخايف على الهيدج والكلام ده فربنا ييسر الحال نقدر نقدمه الفتره المقبله وعاملين زي ما بيقولوا ايه عرض كده عرض لغايه نهايه العام ان شاء الله ممكن بقاش نهايه العام يعني خلينا نهايه الشهر <applause> برضه الخوف رجع خليها ربنا يوصل الحال ان شاء الله لكن مش هنكسف زي ما بيقولوا اي حد يجي لنا عاوز يتعلم التحليل الرقمي باذن الله نقول له اهلا وسهلا بيك ونعلمه التحليل الرقمي شكرا جزيلا وبالتوفيق ان شاء الله